الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. और ईमान के पांचवा रुकन है वो ये कि आप योम आखरत पे ईमान लाएं और योम आखरत वो शुरू होता है मरने के बाद خروج الروح. रूह को निकलने ثم سؤال الملكين في القبر عن أصول الثلاثة. फिर फरिश्तों का कब्र के अंदर ये तीन سوال का पूछना نعيم القبر عذاب القبر और कब्र में जो نعمتیں ہیں یا عذاب ہیں البعث بعد الموت جو موت کے بعد اٹھائے جائیں گے دوبارہ الجنة النار الحساب جنت ہے جہنم ہے اور حساب ہے كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم ہر وہ چیزیں جو موت کے بعد ہوں گی اس پہ ایمان لانا ہے